بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأتباعه وأصحابه إلى يوم الدين. يسر قناة طارق النجار التعليمية أن تستعرض مع حضراتكم اليوم الدرس الثاني من وورد 2013. الدرس ده هنركز فيه إن شاء الله عز وجل على مفاتيح الاختصار أو الاختزال، ونقصد بالاختصار او الاختزال هو اختصار الوقت واختزاله، بحيث ان احنا نقدر ننفذ مجموعة من الاوامر او التعليمات او التنسيقات او الادراجات بسرعة وفي اقل وقت ممكن وبدقة عالية. البعض في الحقيقة بيتجاهل هذه الجزئية، تعالوا بينا نشوف اهم هذه الاوامر. في الحقيقة إن مفاتيح الاختصار جزئية أغفلها كثير من المحاضرين في مجال الكتابة والطباعة رغم أهميتها البالغة، وقلنا أنها بتوفر الوقت والمجهود بنسبة كبيرة جدا، لأن بدل ما أنا أفتح التبويب واختار منه الأداة وأضيع بضع ثواني، أنا أقدر عن طريق الضغط على مفتاح من لوحة المفاتيح أو مفتاحين من لوحة المفاتيح إن أنا أقدر أوصل للنتيجة بكفاءة عالية. البعض حافظ مجموعة من الأدوات أو مجموعة من مفاتيح الاختصار رغم أن يوجد آلاف من مفاتيح الاختصار عن طريق الممارسة نقدر نوصل نتائج ممتازة. يعني لو عايز أفتح ملف جديد أو مستند جديد بضغط كنترول N من لوحة المفاتيح، لو عايز أحفظ كنترول S، لو عايز أبحث كنترول F، لو عايز أطبع كنترول B، لو عايز أقص كنترول X بعد التحديد، لو عايز أتراجع كنترول Y، لو عايز أعكس هذا التراجع لو عايز اتراجع كنترول زد، لو عايز اعكس التراجع كنترول واي، وهكذا. لا، الكلام ده مش كفايه. بنقول انك تقدر تحط براويز واطارات وصور وتاخد نسخه من الشاشه وتقفل النافذه، بدل ما انت تضغط على علامه اكس ممكن تضغط على كنترول دبليو او الت وف 4. لو عندك اكثر من نافذه مفتوحه تقدر عن طريق شيفت وتاب او الت وتاب تقدر تنتقل من خلال عن طريق الت وتاب. ففي عدد كبير جدا من المفاتيح يا ريت نحاول نستفاد بيها النهارده على اساس انها تكون فاتحه خير او نافذه جديده بالنسبه لنا لوورد 2013 و2010 و2007 وهكذا. لان من مميزات شركه مايكروسوفت انها بتركز على التثبيت في الاستخدام. تعالوا بينا نستعرض هذه المفاتيح. مفتاح الت وتاب يستخدم للتبديل بين الاطارات. انا عندي ادي نافذه قدامي، لو ضفت نافذه جديده عن طريق الضغط على الاداه اللي هي مفتاح اختزالها او اختصارها كنترول ان، بقى عندي اثنين. طيب عايز انتقل ما بينهم عن طريق الت وتاب. الت وتاب اقدر اتنقل ما بينهم بالطريقه دي كده. يبقى احنا قدرنا عن طريق الت وتاب التبديل بين الاطارات المفتوحه. لو عايز اجيب الاطار اللي قبل كده عن طريق الت وشيفت وايه وتاب. لو عايز اغلق نافذه، نبص هنا اهوت، لو احنا اخترنا واحد من النوافذ المفتوحه زي دي، عايز اقفلها، عايز تقفلها قال لك كنترول دبليو، كنترول دبليو بيقفلها. نشوف كده مع بعض، للغلق كنترول دبليو لاغلاق الاطار الايه النشط، او كنترول اف 4. عايز اكبر نافذه، النافذه دي نخليها في حجمها الطبيعي كده اهوت، تعالوا بينا عشان نكبر نافذه قال لك كنترول اف 10، كنترول وقف 10 يكبرها. عايز ارجعها لحجمها الطبيعي كنترول وقف 10 تاني، كنترول وقف 10 للتكبير. يبقى بدل ما انا بستخدم الادوات ان انا اضغط على هذه الاداه، لا انا اقدر من خلال مفاتيح الاختزال والاختزال اوفر عديد من الوقت. لو عايز اخد صوره من هذه النافذه واوضحها في اي برنامج اخر عن طريق ايه؟ مفتاح برنت سكرين موجود في لوحه المفاتيح في الجزء الاوسط فوق مفتاح انسيرت اللي هو SIS requirement. طيب تاب، لو انا موجود داخل جدول وعايز انتقل من خانه لاخرى بضغط تاب، تاب بينقلني ما بين الخانات. شيفت وتاب ان انا اتراجع عن عمليه النقل، والتبديل كنترول وشيفت وتاب، واستخدام الاسهم معروفه ان انا بنتقل بسهوله ما بين محتويات الجدول. مسطره المسافات اللي هي السبيس بار على اساس ان اقدر اسيب مسافه ما بين كل كلمه واخرى. طيب اسكيب، لو ظهرت لي نافذه والنافذه ديت انا عايز اتجنبها فبعمل ايه؟
على طول مباشرة بضغط مفتاح اسكيب لغلق هذه النافذة الفرعية. طيب عندنا مفتاح هوم للانتقال إلى بداية الإدخال، لو عندي جملة مكتوبة أضغط هوم يجيبني بداية سطر الكتابة، إند نهاية سطر الكتابة، أو أنا أتحرك بواسطة الأسهم، أو كنترول زائد السهم لليمين على أساس أن أتحرك كلمة واحدة لليسار، كنترول زائد سهم لليمين الانتقال كلمة واحدة إلى اليمين، حسب إيه؟ حسب الاتجاه، هل أنا بكتب عربي ولا بكتب لغة إنجليزية، وهكذا مع شيفت وشيفت إن اللي هي نقل المؤشر إلى نهاية عملية الإدخال. طيب لو انا عايز افتح مربع حوار اوبن اعمل ايه؟ قال لك والله في اكتر من طريقه، يا تضغط كنترول واف 12 يا اما كنترول او، يبقى ادي كنترول او يديك مربع الفتح، ادي كنترول او يديك مربع الفتح، نرجع تاني مره، او كنترول واف 12. طب لو انا عايز احفظ اعمل ايه؟ حفظ باسم اللي هي اف ايه 12، كنترول اس لحفظ الملف برضه باسم، انتر عشان نكتب اسم هذا الملف، وسبيس عشان نسيب مسافة، وديليت للحذف، وتاب للانتقال زي ما احنا اشرنا، اسكيب تستخدم لإلغاء اي اجراء، كنترول وزد للتراجع عن الاجراء بتاعك، كبرت صغرت حذفت، دي كنترول زد، كنترول واي لإعادة هذا التراجع. شفت اف 10 العرض قائمة مختصرة، لو انا وقفت كده وضغطت وقلت شفت اف 10 تديني قائمة ايه مختصرة، ماشي، الت زائد شيفت زائد اف 10 تدي خيارات اللصق المختلفه، والمفاتيح الاسهم للتنقل. من ضمن المميزات ان انت لو ضغطت مفتاح الت من لوحه المفاتيح هتلاحظ ان اتوضع لك حروف وارقام على شريط على التبويب وعلى شريط العنوان التايتل بار. لو عايز افتح قائمه وليكن قائمه تصميم اللي هو تبويب تصميم، يبقى بعد ما ضغطت الت اضغط ميم باللغه العربيه ثم رقم 2، ميم ثم رقم 2، فيتم فتح هذه الايه هذا التبويب وعرض الاوامر الموجوده بداخله. يبقى دي برضو من ضمن المزايا او الحاجات الجميله الموجوده في مفتاح الت. يبقى لما اضغط الت بنشط كل التبويبات وبنشط الاوامر، ومن خلالها بيظهر لي بالظبط انا اضغط عليه، ثم اضغط الحرف او الرقم فيتم تنشيطه وفتحه. طيب عندنا اف واحد عشان نحصل على التعليمات الخاصه بهذا الايه البرنامج. لو عايز ازيل تنسيق معين يبقى كنترول زائد مفتاح المسافه، يبقى ده لازاله التنسيق بتاع الفقره او الحرف. لو عايز انسخ تنسيق، لو عايز انسخ نص او كائن كنترول سي، لو عايز اقص كنترول اكس، لو عايز اعمل تباعد، لو عندي سطرين او فقره وعايز اعمل تباعد ما بين السطور يبقى كنترول زائد واحد، ده تباعد مزدوج، كنترول زائد 2 تباعد سطر ونصف، كنترول زائد 5 اللي هو اضافه وازاله تباعد سطر واحد قبل الفقره، ثم كنترول واي قلنا للتراجع، كنترول ان لانشاء مستند جديد، كنترول او لفتح مستند، كنترول دبليو لغلق المستند، الت وكنترول واس لتقسيم اطار المستند، كنترول اس لحفظ المستند. لعمليات البحث كنترول اف اللي هو بيطلع لك صندوق تبحث من خلاله داخل المستند، الت وكنترول واي لتكرار عمليه البحث، كنترول زائد اتش لاستبدال نص او تنسيق معين، كنترول جي للانتقال، جي اختصار كلمه جو للاختصار الانتقال الى صفحه او اشاره مرجعيه او حاشيه، الت وكنترول زد للتبديل بين المواقع، وهوم احنا عارفين انها بتنتقل هي والهوم بيج. الت زائد كنترول زائد بي ثلاثه مع بعض يغير لك طريقه العرض الى تخطيط الطباعه. طيب لو الت زائد كنترول زائد او يغيرها لك الى مخطط تفصيلي او الى مسوده اذا كانت الت وكنترول وان، كنترول بي اللي هي يظهر لك نافذه الطباعه عشان تقوم بعمليه الطباعه، لو عايز تبدل للمعاينه الت وكنترول واحد، لو عايز تنتقل عن طريق الاسهم ثم استخدام البيج اب والبيج داون للتنقل بمقدار شاشه، وكنترول اند للانتقال الى اخر صفحه للمعاينه. لو عندي جمله او كلمه وعايز اعمل عليها ادراك تعليق فبعمل ايه؟ بعد ما حددتها اضغط على الت وكنترول وام، لو عايز اشغل هذا تشغيل تعقب لهذا التعليق كنترول وشيفت واي. طيب الباك سبيس معروفه انها بتستخدم لحذف حذف الحرف الذي يلي الذي يقع خلف الايه المؤشر، لو في اللغه العربيه يبقى الايه اللي على يمينها، لو في اللغه الانجليزيه يبقى على يسارها وهكذا. ديليت لما احدد كلمه او جمله واضغط عليها تقوم بحذف هذه الكلمه او هذه ايه الجمله، كنترول اكس للقص، كنترول زد للتراجع، كنترول زائد اف 3
لقص إلى المصطلحات الخاصة. طيب كنترول في للازق، لو أنا قصيت أو نسقت وعايز ألزق أضغط كنترول في، للنقل اللي هي F2. طيب عندنا فاصل صفحات، فاصل أسطر، شيفت زائد انتر، فاصل صفحات كنترول وانتر، فاصل أعمدة كنترول وشيفت وانتر. عايز أقوم بإدراج رمز حقوق نشر، ألت زائد كنترول زائد سي، ألت وكنترول وسي تقوم بإدراج حقوق النشر. ادي الت وكنترول وسي، بس نكون في وضع لغه ايه؟ انجليزيه. تقوم بادراج هذا هو الرمز اللي احنا قلنا عليه اللي هو حقوق الايه؟ النشر. يبقى الت وكنترول وسي، الت وكنترول وار لادراج رمز العلامه التجاريه المسجله، الت وكنترول وتي لرمز العلامه التجاريه. طيب عارفين احنا استخدامات الاسهم في التحريك، وعارفين استخدام تاب الاسهم يمين وشمال وهكذا، كنترول زائد السهم اليمين كلمة واحدة لليسار، كنترول زائد سهم إلى اليمين، كنترول واحدة إلى اليمين حسب اللغة، هل هي لغة إنجليزية أم لغة إيه؟ عربية. كنترول زائد سهم الأعلى لانتقال فقرة واحدة إلى أعلى، كنترول سهم الأسفل انتقال فقرة واحدة إلى أسفل، تاب لانتقال مقدار خلايا، سهم الأعلى وسهم الأسفل وإن إلى آخره. في الحقيقة إحنا بنتكلم على مجموعة من المفاتيح الاختصار المتميزة ولازم نعرفها. لو أنا عايز أفتح مربع الحوار الخاص بنوع الخط اضغط كنترول ودي، لو عايز اغير حاله الاحرف من كابيتال الى سمول الى البدايه كابيتال والباقي سمول الى كله سمول عن طريق شيفت واف 3، كنترول وشيفت واي اللي هي تنسيق كافه الاحرف كاحرف استهلاليه، كنترول وبي تطبيق تنسيق معين، كنترول زائد يو عشان يتم وضع سطر تحت الكلمه، كنترول زائد شيفت زائد دبليو لتسطير الكلمات وليس المسافات، لو نص بتسطير مزدوج كنترول شيفت ودي، لو عايز اخفيه بكنترول زائد شيفت زائد اتش، لو عايز اطبق تنسيق مائل كنترول زائد اي للتنسيق المائل لاماله الكلمه المحدده، كنترول زائد شيفت زائد كي لتنسيق الاحرف كاحرف استهلاليه. طب لتغيير نوع الخط كنترول زائد شيفت زائد كيو. نسخ تنسيق معين، نسقت جمله وعايز انسخها او نسقت كلمه وعايز انسخها واكررها، يبقى بعد التحديد اقول له اضغط على كنترول زائد شيفت زائد سي، لو عايز الزق هذا التنسيق كنترول زائد شيفت زائد في. ما ننساش تباعد الاسطر بيتم ازاي، ان احنا بعد ما بنحدد نضغط كنترول زائد واحد تباعد مفرد ما بين السطرين بمقدار واحد، كنترول زائد اثنين تباعد مزدوج للاسطر، كنترول خمسه تباعد سطر ونص، ازاله هذا التباعد عن طريق كنترول زائد صفر. كنترول زائد اي لو انا عايز احازي هذه الكلمه او هذه الفقره في الوسط، كنترول زائد جي اللي هو تبديل فقره بين محاذاه مضبوطه ومحاذاه الى اليسار، كنترول ار اللي هي تبديل الفقره بين محاذاه اليمين ومحاذاه اليسار، طب كنترول ال ان احنا نجيبها ناحيه اليسار، كنترول زائد ام اللي هي المسافه البادئه، ازاله التنسيقات فقره عن طريق كنترول وكيو. المفاتيح برضه نعرف وظائفها، اف 1 للحصول على التعليمات، اف 2 نقل نص او رسومات، اف 4 تكرار الاجراء الاخير، اف 5 اللي هو الانتقال، اف 6 الانتقال الى جزء او اطار محدد، اف 7 اللي هو تدقيق الاملائي، اف 8 توسيع التحديد، اف 9 تحديث الحقول، اف 10 اظهار تلميحات المفاتيح، اف 11 الانتقال الى الحقل التالي، اف 12 هو حفظ باسم، اظهار صندوق حفظ باسم. ثم هناك مفاتيح اخرى هنسيب حضراتكم تستعرضوها اثناء المتابعه، بينما مفاتيح لو عايزين نعمل امر معينه للطباعه يبقى كنترول زائد اف 2 الاثنين في وقت واحد، بضغط كنترول ثم اف 2، لو عايز اعمل طي للشريط الشريط المحدد يبقى كنترول واف 1، كنترول واف 1 يعمل له طي، كنترول واف 1 ثاني يرجعه مره اخرى. ده عمليه الايه؟ عمليه طي اشرطه الادوات او طي شريط الاوامر. كنترول زائد اف 4 ده اغلاق الاطار، قص الى المصطلحات الخاصه كنترول اف 3، كنترول زائد اف 6 الانتقال الى الاطار، ادراج حقل كنترول اف 9، تكبير اطار كنترول اف 10، تامين حقل كنترول زائد اف 11، امر فتح اللي هو كنترول او اللي هو له وظيفه ثانيه اللي هو كنترول زائد اف 12. لو جينا الوظائف مفتاح الت، الت زائد اف 1 الانتقال للحقل التالي، الت زائد اف 3 انشاء كتله، انهاء برنامج الوورد الت واف 4، استعاده حجم الاطار الت واف 5، الرجوع من مربع حوار مفتوح الى المستند الت اف 6، البحث عن الاخطاء الاملائيه او النحويه الت زائد اف 7، تشغيل الماكرو الت اف 8 وهكذا. ثم
الحاجة الأخيرة اللي هي وظائف مفتاح Alt و Shift وأي مفتاح تاني، Alt زائد Shift زائد F1 الانتقال إلى الحقل السابق، Alt زائد Shift زائد F2 تحديد أمر حفظ، Alt و Shift و F7 عرض جزء من المهام، Alt زائد Shift زائد F9 اللي هي تشغيل الماكرو بتون أو الجو بتون، عرض القائمة اللي هي Alt و Shift و F10. سعدنا بلقاء حضراتكم، سعدت بلقاء حضراتكم، ومع تحيات قناة طارق النجار التعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.